بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الخامس أو السادس والعشرون في مقرر علوم القرآن، ولا يزال الحديث عن أسباب النزول. وكنا في اللقاء السابق قد قرأنا ما أورده المؤلف مناع القطان رحمه الله في كتابه مباحث في علوم القرآن في مبحث تعدد الروايات في أسباب النزول، حيث ذكر رحمه الله أن هناك حالات لتعدد الروايات في أسباب النزول. فإذا كانت الأسباب، الحالة الأولى أن تكون الأسباب أو الصيغ غير صريحة، فهذا لا إشكال فيه، فتحمل الروايات على التفسير. أما إذا كانت الروايات إحداهما صريحة والأخرى تكون غير صريحة، فتقدم الصريحة على غير الصريحة. والحالة الثالثة أن تكون الروايتان صريحتين، لكن إحداهما رواية صحيحة ثابتة والأخرى ضعيفة، فتقدم الصحيحة الثابتة. كل هذا ذكرناه بالأمثلة. نواصل ما أورده الشيخ رحمه الله، حيث ذكر الصورة الرابعة، وهي إذا تساوت الروايات في الصحة ووجد وجه من وجوه الترجيح كحضور القصة مثلا، يعني أن يكون الراوي حاضرا للقصة كما تدل عليه الرواية، أو كون إحداها أصح فقدمت الرواية الراجحة. يعني هنا نسلك مسلك الترجيح، الروايات كلها صحيحة لكن هناك قرائن معينة ترجح إحدى الروايتين على الأخرى. قال ومثال ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: لو سألتموه. فقالوا: حدثنا عن الروح. فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، يعني انتهى. ثم قال: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نلاحظ طبعا في هذه الرواية بالمناسبة في هذا الحديث بأنه لم يقل فنزلت، وإنما قال ثم قال: فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه. هذه صيغة صريحة في السببية، مع أنه لم يذكر فيها ما جاء في صيغ أسباب النزول. ولذلك ينبغي أن نبني مسائل هذا الموضوع وغيره على الروايات، فنأخذ من الروايات لا نأخذ من التنظير السابق. فهنا صيغة من صيغ أسباب النزول الصريحة غير موجودة في الصيغ السابقة، حيث قال: فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه ثم صعد الوحي. فالعبرة في معرفة أسباب النزول هي بوجود أركان أسباب النزول، وهي الحادثة والواقعة والسؤال والآيات النازلة، وأن تكون تلك الآيات نازلة وقت حدوث الحادثة. ثم قال: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن هذه الرواية تدل على أن السبب أن اليهود سألوه، ويقول عبد الله ابن مسعود: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان حاضرا. قال، ذكر رواية أخرى قال: وقد أخرج الترمذي وصححه عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل. فقالوا: اسألوه عن الروح. فسألوه فأنزل الله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الآية، هذه الرواية تقتضي أنها نزلت في مكة حيث كانت قريش، والرواية الأولى تقتضي أنها نزلت بالمدينة. طبعا الذي يدل على يرجح الرواية الأولى هو أن ابن مسعود كان حاضرا للقصة، لذلك قال المؤلف: وترجح الرواية الأولى لحضور ابن مسعود القصة. ثم أمر آخر: لما عليه الأمة من تلقي صحيح البخاري بالقبول وترجيحه على ما صح في غيره، لأن الرواية الأولى في البخاري والثانية في الترمذي، ومعلوم أن ما في صحيح البخاري أصح، لأنه يعني اتفقت الأمة على أن هو صحيح البخاري أصح كتاب من كتب السنة، فترجحت هذه الرواية. طبعا هناك مرجح للقصة الثانية، وهو أن السورة مكية وسنذكرها الآن. قال: وقد اعتبر الزركشي هذا المثال من باب تعدد النزول وتكرره. يعني الزركشي في البرهان يرى أن هذه الآية نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، لأن هناك روايتان كل رواية صريحة، فدلت الروايتان على أن الآية نزلت في مكة لما سألت قريش اليهود، ونزلت في المدينة لما سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال: فتكون هذه الآية قد نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. واستند في ذلك إلى أن سورة سبحان
أي سورة الإسراء، سورة سبحان، سورة بني إسرائيل، كلها أسماء لسورة الإسراء مكية بالاتفاق. يقول المؤلف: وإني أرى أن كون السورة مكية لا ينفي أن تكون آية منها أو أكثر مدنية، وما أخرجه البخاري عن ابن مسعود يدل على أن هذه الآية قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا مدنية. فالوجه الذي اخترناه من ترجيح رواية ابن مسعود على رواية الترمذي عن ابن عباس أولى من حمل الآية على تعدد النزول وتكرره. ولو صح أن الآية مكية وقد نزلت جوابا عن سؤال، فإن تكرار السؤال نفسه بالمدينة لا يقتضي نزول الوحي بالجواب نفسه مرة أخرى، بل يقتضي أن يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم بالجواب الذي نزل عليه من قبل. ويفهم من هذا أن المؤلف لا يوافق الذين يقولون بتعدد النزول أو بتكرر النزول، وهذا الذي عليه جماعة من أهل العلم، وهو الذي قرره دكتور خالد المزيني في كتابه المحرر في أسباب النزول، ورأى أنه ليس هناك مثال صريح واضح يثبت تكرر النزول مرة أخرى. هذه حالة من حالات تعدد الروايات في سبب النزول، وهي أن تكون الروايتان صحيحتين وأن تكون كذلك صريحتين، لكن إحداهما أرجح من الأخرى لقرائن معينة في الرواية. فرواية ابن مسعود أرجح لأمرين: الأمر الأول أنها في البخاري، والبخاري أصح. الأمر الثاني أن ابن مسعود كان حاضرا للقصة مشاهدا للواقعة بنفسه، وهذه طبعا قرائن ترجح. انتقل المؤلف إلى صورة أخرى من صور تعدد الروايات في أسباب النزول، قال: إذا تساوت الروايات في الترجيح، يعني تساوت الروايات في الترجيح، إيش الحل؟ قال: جمع بينها إن أمكن، فتكون الآية قد نزلت بعد السببين أو الأسباب لتقارب الزمن بينها، كآيات اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين إلى آخر الآيات في سورة النور. قال: أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أنها نزلت في هلال بن أمية لما قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، كما ذكرنا قبل عند الحديث عن العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب. ولا شك أن هذه الرواية الصحيحة تدل على أن هذا هو السبب المباشر، لأن هلال لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: البينة وإلا حد في ظهرك، فهذا يدل على أن الآيات لم تنزل بعد، فأنزل الله الآيات في شأن هلال بن أمية. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سالم بن سعد قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال: اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتل به أم كيف يصنع. الرواية إلى آخر الحديث، طبعا لما جاء عاصم كره النبي صلى الله عليه وسلم المسألة، فجاء عويمر نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا. فالجمع بينها بوقوع حادثة هلال أولا ونزلت الآيات لها، ثم جاء بعدها بزمن قريب صادف مجيء عويمر كذلك فنزلت في شأنهما معا، أو بعد حادثتيهما. قال ابن حجر: لا مانع من تعدد الأسباب، من تعدد الأسباب. قال: وإن لم يمكن الجمع لتباعد الزمن فإنه يحمل على تعدد النزول وتكرره. تصح روايات وكل واحد منها صحيح وصريح ولا فيه قرائن، فماذا نصنع؟ يقول: تحمل على تعدد النزول وتكرره. لاحظوا أنه الآن يقول تحمل على تعدد النزول وتكرره، مع أن قبل قليل يرى أن هذا خلاف الأصل. سنأتي نقرر هذا بناء على ما أورد. قال: ومثاله ما أخرجه الشيخان عن المسيب قال: لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية المشركان أصدقاء السوء والعياذ بالله: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال: هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ما لم أنهى عنه، يعني عن الاستغفار. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. واضح أن القصة في مكة وقت وفاة أبي طالب والصيغة صريحة، وأنها نزلت في شأن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هناك رواية أخرى قال: وأخرج الترمذي عن علي قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟
فقال استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وقال الله بعدها وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. طبعا هذه الرواية أخرجها الترمذي عن علي. وأخرج الحاكم رواية ثالثة، وأخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فجلس إلى قبر أمه فناجاه طويلا ثم بكى، يعني فناجى الله سبحانه وتعالى طويلا ثم بكى، فقال إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي، وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي، فأنزل علي ما كان أو فأنزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا ويستغفروا للمشركين. هذه الآيات كلها تدل على أن قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا ويستغفروا للمشركين نزلت بأسباب مختلفة، مرة في عم أبي طالب، عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، ومرة في سبب رجل استغفر لأبويه وهما مشركان، ومرة في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأمه. طبعا هذا الصحيح، هنا الصحيح في هذه المسألة أن رواية علي بن أبي طالب رواية المسيب في أنها نزلت في عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب أصح وأوضح، والروايات الأخرى فيها كلام، ومن أهل العلم من ضعفها، ففيها كلام. الأولى أخرجها الترمذي وتكلم العلماء في إسنادها، وكذلك ما أخرجه الحاكم وغيره فيها كلام. وقد نبه الشيخ على هذه المسألة فقال هذا ما يذكره علماء الفن في تعدد النزول وتكرره، ثم قال ولا أرى لهذا الرأي وجها مستساغا حيث لا تتضح الحكمة من تكرار النزول، وإنما أرى أن الروايات المتعددة في سبب النزول ولا يمكن الجمع بينها يتأتى فيها الترجيح. فالروايات الواردة في سبب نزول قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ترجح فيها الرواية الأولى على الروايتين الأخيرتين لأنها وردت في الصحيحين دونهما، وحسبك برواية الشيخين قوة، فالراجح أن الآية نزلت في أبي طالب. وكذلك الشأن في الروايات التي وردت في سبب نزول خواتيم سورة النحل فإنها ليست في درجة سواء، والأخذ بأرجحها أولى من القول بتعدد النزول وتكرره. طبعا هو ذكر مثال ثاني في آخر آيات النحل، وهو قال ومن الأمثلة ما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حين استشهد وقد مثل به فقال لأمثلن بسبعين منهم مكانك، فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بخواتيم سورة النحل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى آخر السورة. فهذا يدل على أن نزولها يوم أحد. وجاء في رواية أخرى أنها نزلت يوم فتح مكة والسورة مكية، فجمع بين ذلك بأنها نزلت بمكة قبل الهجرة مع السورة ثم بأحد يوم الفتح، هذا ما ذكره. ثم قال الصحيح هو الترجيح بين الروايات لا أن يقال بتعدد النزول وتكرره. ثم قال والخلاصة أن سبب النزول إذا تعدد فإما أن يكون الجميع غير صريح، وإما أن يكون الجميع صريحا، وإما أن يكون بعضه غير صريح وبعضه صريحا. فإذا كان الجميع غير صريح في السببية فلا ضرر حيث يحمل على التفسير والدخول في الآية، وإن كان بعضه غير صريح وبعضه الآخر صريحا فالمعتمد هو الصريح، وإن كان الجميع صريحا فلا يخلو إما أن يكون أحدهما صحيحا أو الجميع صحيحا، فإن كان أحدهما صحيحا دون الآخر فالصحيح هو المعتمد، وإن كان الجميع صحيحا فالترجيح إن أمكن، وإلا فالجمع إن أمكن، وإلا حمل على تعدد النزول وتكرره. وفي هذا القسم الأخير مقال وفي النفس منه شيء، والأمر كما قال القطان رحمه الله تعالى. وبهذا ننتهي من الحديث عن تعدد الروايات في سبب النزول بهذا الكلام الجميل المرتب المؤصل الذي أورده الشيخ مناع القطان رحمه الله في كتابه مباحث في علوم القرآن. نسأل الله أن يرزقنا التوفيق وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.